واطلب صفاء القلب واستنارته في 3 أمور يصفوه وينور قلبك. إيشي؟ قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، خذ لك نصيب من القرآن اليوم والليلة، واجعل منه شيئا في القيام في الصلاة، فإن كان في الخلوة فهو أفضل. وتدبر بالتدبر والترتيل. الله الله الله. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لابن أخته عبد الله بن يحيى: رأيت البارحة بيوت المسيلة، قريتهم التي هم فيها مرتفعة، ولكن رأيت بيتك فوق البيوت كلها، والغرفة اللي انت فيها فوق البيت، فما صنعت في بيتك؟ فقال: ما صنعته لأن ما علمتمونا من النيات في البناء والمقاصد، نويناها وقصدناها ورتبناها وتحرينا في المال من الحلال، ونوينا فيه ما علمتمونا من إكرام الضيف وإقراوي والأهل والأرحام وعقد المجالس إلى غير ذلك. ثم إني في كل غرفة من غرف البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، السلام من قيام، وفي كل درجة من درج البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، في الدرج وفي الغرف. أما غرفة التي أنا فيها ختمات كثيرة. قال: لهذا رأيت بيتك فوق البيوت وغرفتك فوق، ارتفعت بالقرآن. فهكذا عمل الآن بعض الناس، يبني بيت ما ختمت في ختمة سنة كاملة، بعض غرفه ما قري فيها قرآن أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا بيوت المؤمنين؟ يقول النبي: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. قال: قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، هذا أول ما تطلب به صفاء القلب واستنارته. الثاني: الذكر لله مع الأدب والحضور. الذكر لله مع الأدب والحضور، هو الضبط على أذكار الخلاصة مع الأدب والحضور، أسبوع واحد والنور يشرق في قلبك. كان مع أدب وحضور، مع أدب وحضور. ها، الذكر لله مع الأدب والحضور. والثالث: القيام من الليل بقلب منكسر وجوارح خاشعة. في هذه 3 تحصل صفاء القلب واستنارته. واستعين على هذه 3 بـ3 تيسر لك القيام بها. إيش هي؟ تخفيف المعدة من الطعام، فتترك الشبع وكثرة الأكل، ومجانبتها الغفلة من الأنام، فإن سماع الكلام السيء ومجالستها القلوب الغافلة تثقلك، تصعب عليك التدبر، تصعب عليك الحضور في الذكر، تصعب عليك القيام من الليل. ولذا رأيت في بدنك تثاقلا عن العبادة، تكاسلا عن الطاعة، فاعلم أنك خضت فيما لا يعنيك. جالست تحد من أهل الغفلة وتكلمت فيما لا يعنيك، تتثاقل عن العبادة، تتكاسل. لهذا قال: استعين عليها بتخفيف المعدة من الطعام ومجانبتها الغفلة من الأنام. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والتفرغ من أشغال دار الانصرام، يعني ما لا تحتاج إليه من أشغال الدنيا وكل ما لا يعنيك فيها ولا يفيدك ولا ينفعك، فبهذا تحصل صفاء القلب واستنارته. أكرمنا الله وإياكم بذلك، سار بنا مسار الأصفياء المنقين المنورين، وأكرم الأكرمين وأرحم الرحمين.